التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره السوداني عمر البشير في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين على المستويات كافة. من جانبه أشار البشير إلى أن التحديات الناتجة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة تحتم على البلدين مواصلة التنسيق المكثف بينهما بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.